للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البداية نريد أن نتحدث عن مبادرة كلنا واحد وحرص وزارة الداخلية المجتمعي والإنساني، يعني كيف رأيت التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية مع براعم الشباب أبناءنا من قاطني المجتمعات الحضرية الجديدة بعد تنظيم زيارة لشباب بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية؟ يعني في الحقيقة وزارة الداخلية لا تقوم بدورها الأساسي في مكافحة الجريمة ويعني خلق أجواء آمنة للمواطنين فقط، ولكن كمان يتخطى دورها ذلك وصولا إلى الأمن الإنساني. وزارة الداخلية بجانب الدور العظيم والرائع اللي بتؤديه خلال الحملات الأمنية وضبط الخارجين عن القانون وخلق أجواء آمنة، وده اللي ساهم في تراجع نسب الجرائم في الفترة الأخيرة، كمان بتقوم بدور زي ما قلت حضرتك دور مجتمعي دور إنساني دور عظيم. هذا الدور يمكن شفناه من خلال مبادرات كلنا واحد اللي وزارة الداخلية يمكن وصلت فيها للمرحلة رقم 23، وده اللي لقي استحسان كبير وشكر من قبل الأهالي. النهاردة يعني شفنا التقرير اللي حضرتك عرضتيه، وزارة الداخلية بترسم البسمة على وجوه البسطاء وعلى وجوه أهالينا من كان بشائر الخير في محافظة الإسكندرية، بتاخد الأولاد الصغيرين والبراعم وبأوتوبيسات بتنقلهم من أماكن سكنهم لنادي الشرطة في محافظة الإسكندرية، بيقضوا يوم، يوم مكتمل، بتوزعت عليهم في الصباح الباكر بعض الملابس الرياضية، بدأ الأطفال كل واحد يمارس اللعبة اللي بيحب يلعبها سواء سلة أو كرة قدم أو كل الألعاب الرياضية، كمان تم توزيع جوائز عليهم، حرصوا كمان على رسم اعلام مصر على وجوه الصغار وكمان ركوب الخير، كل انواع الترفيه الاطفال الصغيرين النهارده مارسوه. النهارده وزاره الداخليه بتشكل كمان وعي هؤلاء الاطفال الصغيرين اللي كانوا ساكنين في اماكن خطره وكانت مفاهيمهم متلخبطه ومشوشه الى بعض الشيء، لكن النهارده بنشوف الاطفال والبنت الصغيره هي بتقول انا حلمي اكون طبيبه عشان اداوي الناس، والولد اللي بيقول لك انا حلمي ان اكون ضابط، سواء ضابط في كيش بلدي او في شرطه بلدي، المفاهيم تغيرت، الاطفال دول بداوا يكون عندهم حلم وطموح واحلام كبيره وعريضه للمستقبل، وصارهم اللي كانوا مرافقين ليهم كانوا حريصين النهارده ان يوجهوا شكر وكل كلمات الشكر، حتى هم قالوا لفظا ان يعني كلمات الشكر لا توفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دوما مشغول بالناس ومشغول بالبسطاء من الناس والناس اللي كانت ساكنة في أماكن خطرة. إذن كما أخبرتنا أستاذ محمود تعدى دور وزارة الداخلية الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة إلى المبادرات التي تراعي البعد الاجتماعي بشقوقه المختلفة. الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي بنشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح.